وأعرف ما معه وأعرف اقتصاباته وأعرف فساده أنا، وأعرف منه إلا ما أعرف لي كإنسان عسكري، ما بالك من الآخرين كما الأخوان الذي هم ملتمسين جنب الجماعة ما يخبوا لهم من مشاكل. أقسم بالله العظيم إنه عمر يعني بناية داخل البلدية. أنت يا أخي لما سير أنت الحين تحصل على قطعة أرض هذاك تتهرب من البلدية يزع لك سرعة بلوك قبل ما تجي البلدية ما ويحقك هذا لا يفزل حوش البلدية يقول لك روينا كيفه وعمر فندق داخل حوش البلدية لا حول ولا قوة إلا بالله. وهو يعرف هذا ونعرف أكثر من هذا الكلام. إحنا لن شوف لن نشمت به هذه ليش نتكلم الآن؟ لأن إحنا وجدنا أنفسنا ملزمين ومسؤولين. لو سمحتوا يا شباب نعم واعذروني أنا تفضل تفضل بسيط تفضل اسمعوا يا أخواني مفهومي بسيط بس المسألة إحنا لم نتكلم علشان نتفاخر أو علشان ما أدليش حقي لا أنا وجدت نفسي ملزم أمام من ملزم أمام الله سبحانه وتعالى أتكلم من هذا المكان أضرم ما بذمتي وامشي والله لا نرى لا أشتي جزاء ولا شكورا وبعدين أنا انتهيت أنا ما أدريش يعني بأمثالكم هذا أول شيء أدلكم يعني آخر نكتة شيء أنا مقدم راشدي اسمع اسمع أنا مقدم راشدي سألوني ما هو الراشدي ما هو الراشدي تفضل أنا مقدم راشدي لأن أنا كنت من طلايع من حب الوطن هذا وقاتل في 79 إلى حد الآن وتبلغت برتبتي ملازم ثاني في 85 وتماطلت القضية إلى عام 90 ومن ثم إلى 94 فأتت بنا البطائق كضباط يعطوني بطاقة نقيب هذه حق 85 ملازم أول وملازم ثاني وهذه حق 90 ملازم أول وهذه حق قلنا لله درة إنها نعمة القيادة وتأتي 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 ويسحبوا مني البطاقة ويردوا البطاقة وبالأخير وبعد فترة أنا منتظر الفارق الرتبة أنا منتظر المنصبية كإنسان قدمت واجب ولا فخر على الوطن أنا أريد أن أكون أسقر واحد الرجل في خدمة وطني وإذا بي أرمت يا أخي كيف يأخذ رأي ذا قالوا أنتوا هالو حقكم الوطائق من حق عقلان راهلي هل أنا كان الكمبيوتر زيفت أنا أو لهجات لي من وزارة الدفاع الحين أنا كيف أفعل يعني على أساس الجماعة دي بالساحة أنا قد أخذها وأروح لبلادي والآن ما فيش عندي نزلة أفرد أصحابي بالبلاد أقول الدنيا صرفها لا قطر عند الشيخ حقهم الجديد وأقول ما رأيك يا شيخنا بهذه هذه هذه يعني باسم من علي أنا شوف يا حبيبي أنا لا يهمني شوف في شيء مقابل شيء أقسم لكم بالله والذي نفسي بيده هذه شهادة بذمتي وأنتم يمكن أنا أكبر منكم سنا إن عندما عبرت الشريقة كما قال الوالد الجليل هذا صاحب شبوة إن عندما عبرت الشريقة وإحنا نتبادل الجيش في عام أنا إحنا دخلنا عدل على فكرة في 18/5 قبل يعني إعلان 22 مايو بخمسة أيام وأقسم لكم بالله العظيم وأنا فوق البابور يعني أخترق البرميل وكأني مشير أكبر من علي عبد الله صالح بارك الله فيك أقسم بالله أقسم بالله أنها قطرت يعني دموعنا أنا وزملائي ليش؟ لأن إحنا ترعرعنا بحب الوطن احنا ما حلمناش بالفلل ولا بالسيارات ولا بالمر انتوا تعرفون الحين انا ما هي وجهه نظري ما هي الثوره عندي اقول لك ثوره شباب ما في شباب هنا شباب مسير او مغربه مع احترامي للناس اما انتوا شوف الذي معهم حق خرجوا قالوا والله احنا معنا من دور حقنا على الطريقه الديمقراطيه وبطريقه ايوه لانه الشيء حقه ما هذاك حقه قدوا معاه هذاك حقه قدوا معاه ويقول لك فساد وحق الناس وصادق الاخر تمام ف كانت هذه حاجة جميلة جدا على قلوبنا وانستنا متاعب ما سبق ودخلنا عدن اقسم لكم بالله اني لا انسى هذه الليلة عندما وصلنا المعسكر هذاك الجديد معسكر انت لو جاوا يدفروك اربعة لبيتك بالعشي هذا باربك ما بالك من اللواء وصلنا الى صحراء ومع هذا اقسم بالله العظيم يا كأني في اجمل مناطق الدنيا اتلذذ بنعمة الوحدة اليمنية الان ولا مبالاة في الوحدة طزف الوحدة طزف اليمن يأتي بوش يا أخي اسمعوا نكون واقعيين أنا بنكلمكم كعسكري وأنتم مدنيين إحنا لا يهمناش أنتم سمعتوا اليوم إيش قال محمد زعطان مدري فلتنا هذا مدري معه ما اسمه قحطة إحنا نطالب المجتمع المدني نطالب أمريكا والاتحاد الأوروبي وكأن الرجال جاء منها كرسول وما ادولاش الأكل ياي ما رحك تدولاش الأكل عيب يا أخي هذا داعي بالداعي الله. أنا ما أجيش استمد قوتي يا أخي من أمريكا فليكن يا أخي إذا قد كانوا باعوا الوطن إحنا الذي متمسكين من بابادن فليأتوا بأمريكا والاتحاد الأوروبي وقطر إلى منازلهم ويقلبوها لهم غرف عملية سنموت سنموت ولا نرفخ نموت سنموت يعني خلاص قد جت أمريكا أبوها الدنيا سنموت لماذا سنموت
لان احنا ما احناش بندور مناصب ولا بندور رذية، بندور سلامة وطن. وقودوا قودوا واسلموا الوطن بشرط اسلموا الوطن. الوطن لا يتجزأ، لا تبيعوا شهويتنا وتقلد. يكفي ما بنرى بالعراق، لان الاخ القطري هذا يعني بصمته واضحة في دارفور، في قطر، في ليبيا اخر البصمله. فليش انا اسر عنده؟ لانه صاحب سمعه تمام جيده، ونشوف كيف فالمنطق يا جماعه. انا اشتي اقول لكم مع احترامي لبعض القاده، يمكن انهم غرر بهم، الانسان بشر بشر. انا لا اعتقد اني مثل الوالد اللواء علي محسن، يعني نزل الى الساحه وهو يفهم ما افهمه انا، لانه مشو. لا تقول لي هكذا، ليش ما انت من انت؟ انا ربما افهم ما لا يفهمه. انا بالشارع ترى اسمع، الرجال ما بيسمع الله برسميات مسؤول. ولا اصدق ان علي محسن يوصل الى هذا الشيء، وساثبت الايام الا اذا فستفضح الايام. الوطن اغلى من كل شيء، اليمن اغلى من كل شيء. والله ان احنا نريد نموت على بوابه الحرب او نموت بباب المندب، كل يعني ان بكره امينه ولا يتمخطر فوقنا اجنبي. نعم نموت كلنا ويدخلون على صحراء. نعم هكذا، لان احنا مسلمين ولنا ثوابت ولنا قران ولنا دين، واحنا بحاجه نظريات الخارج ولا الداخل. الجماعه تبرؤوا من هذه الكتب حقهم المرجعات، تبرؤوا منها الا يقول لك قاتل. وانت هنا منا قال الموضوع الموضوع فيه كلام يا ابني، تبر حالك. تمام، فنحن سنعيش رافعين الرؤوس، رافعين الهامات في ظل هذا الوطن وتحت رايه الجمهوريه اليمنيه، وحقنا ان ننتصر او نموت. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. اعيد اختم تفضل. اعقب على كلمه واحده ولا اطلت عليكم. نعم طبعا انا احملك يعني مسؤوليه، اذا كان لك يعني وقت انا اريد ان اكون اعطيك محطات. لماذا محطات؟ تفضل شاهد عيان. تفضل. لا انا احضر لك من هناك شاهد عيان على الشاهد. تفضل شاهد عيان، شاهد عيان صادق باذن الله تعالى، لانه هناك شهود عيان في الجزيره. صلى الله شاهد ما شافش حاجه. صلى اذا انا اكذب؟ لا لا اسمع يا اخي. نعم. فاسال الله تعالى الذي بيسمعني ويسمعك الان وشاهد علي وعليه ان يجعلني عبره لمن اعتبر. لماذا؟ لان انا بنفتن الناس بالحضيض، الكلمه محسوبه. فهناك لماذا نقول لكم هكذا؟ على اساس انا افهم شيء وانت تفهم شيء. قل لي هذا اذا كنا نريد دين باقي ودستور قران باقي ووطن باقي. اسمع منك اسمع مني. انا قلت لك كشاهد عين لمحطات معينه، مثل ما شرحت لك اول ما قال لي محمد قحطان وانا في الصبار في هيوه، وما قال قبل امس في القناه. ما قال في ذلك قال انهم ماركسيون ويستبيحون الحرمات الى درجه ما 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 ما, ما يفرقش بين اخته وامه. لا حول ولا قوه. فافتي على اساس كان يصف من؟ يصف من هم الان؟ هم يا في الاشتراكي. في غرفه. نعم. واحده. نعم الاشتراكي الماركسي. تمام. انا واحد من المقاتلين في عدن، لدينا يعني وهؤلاء يمكن عندهم فتوى باهدار دم الاشتراكي. ما تعرفوش هذا الكلام؟ نعم. ما تعرفوش؟ نعم. عندنا فتوى وبالذات حقهم التجمع اليمني الاصلاح باراقه دماء الاشتراكيين وانها بامتلكاتهم. وامس ناشد قال والله يا شقرني يا كسرت. يعني يا اخي عيب عليكم يا اخي عيب. احنا اصلا موجودين، احنا موجودين يا اخي. سيروا يتكلموا لهم كذا في جبال تورا بورا حتى ما يعرفوهمش. اما انه اشتقوهم ثوره وانا شاهد عليه فلا يجب. الله يبارك فيك. اكتفي اكتفي بيض الله. واحمل الدكتور يعني لو سمح استضافتي لاوجه الابطال الفرقه الاولى مدرع الذي عرفناهم. وجه من هنا وجه. اوجههم الابطال الذي عرفتم غير ماليشيات عسكر زعيم. تفضل. انت تعرفون هذا عسكر زعيم من هو؟ لا ربما انكم دحين تقول عسكر زعيم. لا من حقي ومن حقك. عسكر زعيم هذا اعرفه مثل ما نعرف. ما ابي اشاهد اعرفه منكم زيه، لانه عندنا في صعده. وما اعرفكش اكثر منه، لانه انا كنت اشوفه بالمعركه. هو في القصر عباره عن طاهي طعام مهذب وفيلسوف بنفس الوقت. وفيلسوف. فكان يتكلم لانه كانت وقاع المعركه ونقوم العربيه تقوم تبث مباشر. ف يعني يقول لك ومعنا الاخ العقيد القائد الميداني. فانا اول مره ضحكه بضحكه بضحكه بالاخر جدينا قلنا كيف قائد ميداني هذا واحنا دارين ايش عمله. من هنا لهنا قلت خبر خلوا الناطق الرسمي باسم الله. احنا ما يهمنا ناطق رسمي، احنا بقدر ما يهمنا ندي رساله. الان شوف لماذا بيقول لك انا اشتي اطمن الجماعه عندنا، اقول لك فلنطرحب 100,000. لماذا؟ رجل نفسه انه كبير وانه رجل صاحب معاصره، والله ما يعرف قد قرا احد من رياضه طلقه ولا هو داري اين هو الوطن الا كان يلقي له هذيك البقعه. فلنضحي. ادي لكم نكته على هذا المثال حقه.
في واحد جاء عند واحد من عمومي بيقول له يا عم سجلني في المجاهدين يوم هذاك حق غزة، سجلني أنا أشتي أموت في غزة. على بديت أمه الباب قالت لا تصدق والله ما بيرضى يدخل البقرة من الباب. هو رأسه هو لا تزعم لا يهنجم عليكم ولا ذيه. أنا أعرفه قالت المعرفة والزملاء يعرفوا. فهم يشتوا يعني إيش أنا أقول كسب مواقف. نعم. بس لا تصدقوهم ولا ذيه. الشيء الثاني أقسم لك بالله لا يتجاوزوا في جامعة يعني هذه الجامعة يعني إلى حد 200 300 500 ألف من المغربين بدون وظائف، والباقيين كلهم موظفين وعملوا مسح من بكرة. نعمل المسح من بكرة. نتكلم عن الفساد، نتكلم عن الفساد. أنا ما قلت قلت لكم، قلت لكم أنا جيت أحارب الفساد، فإذا بزعيم الفساد أمامي جت لي ذي قال. إذن كيف نقول للسلطة يعني فاسدة؟ هذا هو جزء من السلطة. لما يقول لك اسقطوا النظام، من هو النظام؟ أمس لا أمس من هو النظام؟ هو علي اسمه حسن صالح الأحمر، هو عبد الملك السياني، هو عبد الله القاضي، هو فلان الفلاني. من هو النظام؟ علي عبد الله صالح جزء الآية فجزء منه. وقدربوا ما أن علي عبد الله صالح هذا أوليه الله سبحانه وتعالى، لو عامل واحد منهم خربت البلاد. يلا هذه أتى لأنه لو جلس تحارب أنا وانت هانا وانت شاتة ما أنت فعلتها تحس ما هو أكبر. فالرجل يعني شاركنا كلنا وحملنا مسؤولية. نعم. ما عجبناش الخبر قلبنا الباب الثاني. على كل حال أنا أنهي كلامي على أمل اللقاء إن شاء الله بكم ومن خلالكم إلى أبناء الوطن الغالي. أنا لا تهمني تسمعني أمريكا ولا قطر ولا مطر ولا أعرفني أحد. أنا أعرف أن أموت وأحيا على مبدئي الوطني. السلام عليكم.